مرحبا طلاب، ان شاء الله اليوم راح نبدي بالسنترال نيرفس سيستم. النيرفس سيستم او الدائره تكون تعرفون تقسيمه، انه هو متكون من قسمين، سنترال نيرفس سيستم بيريفرال نيرفس سيستم. السنترال اللي هو راح يمثل البرين، راح يمثل السباينال كورد. اوكي، يعني هذا اعتبره برين وهذا اللي هو السباينال كورد. البريفرال راح ينقسم ثلاث اقسام، في اسمه السوماتيك، اوتونوميك، وانتريك. السوماتيك راح يرجع ينقسم الى سنسري، ينقسم الى موتور، والاوتونوميك ينقسم سمباتاتيك والباراسمباتاتيك. هاي يعني ضروري التقسيمة تكون تعرفوها. زين، راح نبدي إن شاء الله بالأول ليكتشر عن نيرفس تيشو. زين، اللي قلنا ميزة النيرفس تيشو إنه هي تسمح إنه تسوي لي generation of nerve impulses action potential. يعني إحنا متفقين إنه الأكشن بوتنشال راح تكون two types من التيشو ممكن تصير بيه، اللي هو سميناه excitable tissue، اللي هو المصل بأنواعها، اللي هي skeletal والsmooth muscle والcardiac muscle، وأيضا بالnervous tissue. زين، هاي وظيفتها يعني أني من يصير بها impulses تنقل لي إشارة عصبية كهرباء، حتى شنو هالكهرباء تروح توصلها للدماغ تسوي لي يعني هاي الإشارة communication، تساعدني على التواصل، regulation مال body tissue مثلا نسوي المونيتورنج للهارت ريت مثلا فور اكزامبل، او مثلا البلاد بريشر، سكريشن بالاندوكراين، كلها تكون مسؤوله هاي اشارات عصبيه تنتقل والدماغ هو يرتبها زين وينطي وظيفة على اساسها. زين، البوث النيرفس اند اندوكراين سيستم اتهم نفس الاوبجكتيف. نيرفس سيستم اللي هو يعني يسوي ريجوليشن، ينظم البادي اكتيفيتي by responding rapidly using nerve impulses، والإندوكراين سيستم أهم response by releasing hormone. زين، يعني اثنينهم إنه أنا أوصلهم إشارة عصبية سواء للنيرفس سيستم للبرين راح ينطيني على أساس وظيفة response، وأيضا الإندوكراين هم إنه أنا حنطي تحفيز وهو راح ينطيني هم وظيفة اللي هي تكون releasing للهرمون. هنا أنا منطيكم هو تقسيمه، بشوفكم منين متكون السنترال نيرفس من برين والسباين، والبريفرال نيرفس سيستم اللي هو راح متكون من السوماتيك، متكون من السوماتيك، سوماتيك اللي هي راح تشمل ممكن سنسري، ممكن تشمل موتور. السنسوري بها نوعين، سبيشال سنسوري وجنرال. اوتونوميك همين انه بيه سنسوري ممكن موتور، وايضا هو سمباثاتيك والباراسمباثاتيك تقسيمه. الانتريك ممكن تكون يعني هم بيها سنسوري وهم بيها موتور. فهي التقسيمه يعني لازم تعرفوها، إنه عندكم central nervous system وعندكم peripheral nervous system. البرفرال اللي هو راح يشمل مثل ما اتفقنا somatic، autonomic، والenteric، واثنينهم بيهم somatic بيهم sensory وبيها motor، وأيضا autonomic بيها sensory بيها motor، autonomic أي والenteric أيضا بيها، ممكن هي black sauce موجودة بداخل هاي. بعدين ستفهمون إن شاء الله الenteric إن هي مجرد تد يعني شبكة من النيرف موجودة داخل الأعضاء. زين، النيرفس سيستم يقول واحد من الأصغر وكلش معقد تركيبة من البادي سيستم. زين، محتوي على البليون من النيورون. زين، والنيوروغليا أوكي راح تتقسم يعني إلى سنترال أند بيريفرال. والسنترال مثل ما حكينا انه راح يتكون من البرين، راح يتكون من السباينال كورد.
البرين اللي هو وين موجود؟ أكيد بالسكال، وتقريبا يحتوي 100 بليون، يعني بليون نيورونز. spinal cord okay. والسباينال كورد هو راح يسوي لي كونكشن بالبرين، هو يرتبط بالبرين عن طريق انه يدخل في فورامن اسمها فورامن ماجنوم، هسه ان شاء الله تاخذوها بعدين بالاناتومي. هاي موجوده بالبون، مثلا عندي هنا هاي مثلا، يعني هي جمجمه بيها، هاي مثلا اعتبروها جمجمه، هاي بيها من جوا فت فتحه يسموها فورامن ماجنوم. هنا مثلا مو عندي البرين مستقر بيه، فهاي هنا اكو فتحه يدخل بيها السباينال كورد ويسوي كونكشن ويا البرين. اوكي الرسم فضيع بس مشكله، هاي البرين وهذا السباينال كورد راح يدخل عن طريق هالفتحة الموجودة بالأوكسيبيتال، بعدين تاخذ هاي اسمه أوكسيبيتال بون هاي الجهة، فهو بيا فتحة فرام المقدم يدخل عن طريقها يسوي كونكشن ويا البرين. هذا شرحناه سنترال، احنا قلنا مثل ما اتفقنا كان سنترال عندنا وبرفرال. سنترال يتمثل بالبرين يتمثل بالسباينال كورد. زين هسه راح نجي نشرح البرفرال. البرفرال متفقين انه راح يتكون من شنو؟ سوماتيك والاوتونوميك والانتريك. زين البرفرال نيرفس سيستم هو شنو؟ هو كل اي شيء اوتسايد ذا سنترال نيرفس سيستم انا اسميه برفرال نيرفس سيستم، يعني اوتسايد البرين والاوتسايد سباينال كورد يسموها برفرال نيرفس سيستم، يعني بالبرفري. زين مو بالسنتر. فأني مثلا عندي هنا مثلا هاي البرين وهذا سباينال كورد، سباينال كورد راح تطلع منه النيرف، مو صح؟ هاي النيرفات يسموها بيرفرال نيرف. اوكي هي باندل، بس بدي اقول لكم النيرف از باندل اوف 100 تو 1000 اوف اكزون. اوكي اللي هي موجوده اوتسايد البرين اند سباينال كورد. زين اضافه انه انا عندي هنا اكو نيرفات راح تطلع مثل التفقيم من السباينال كورد، اكو نيرفات هتطلع من جزء من البرين يسموها كرينيال نيرف، تاخذون ان شاء الله هاي 12 كرينيال نيرف تطلع من البرين. اوكي ال 31 اوكي تطلع لي من السباينال، يعني 12 يسمونه كرينيال نيرف راح تطلع من البرين، و ال 31 اللي هي 31 زوج راح يطلع وين؟ من السباينال كورد. هاي يسموها البرفري، قلنا كل شيء اوتسايد هو اسم البرفرال. فبالبداية شرح لكم عن النيرف شلون تطلع، 12 كرانيال نيرف من البرين، 31 زوج من النيرف تطلع من السباينال كورد. الجليه شنو هاي الجليه؟ هي سوالينج او فتحة عقدة موجودة سمول ماس من النيرفس تشو فيها سيل بودي لوكيتد اوتسايد ذا برين اند سباينال كورد. زين شنو هي هاي؟ هي closely related to the cranial، هسه شرحناها 12 نيرف والسباينال كورد. هاي شنو؟ انه انا مثلا عندي هنا هذا البرين هذا السباينال كورد، هنا راح تطلع مثلا نيرفات. هسه بعدين راح نشرح انه السيل متكونه من سيل بودي اوكي، ومتكونه من اكزون، متكونه من دنترايز. فهاي انا عندي هنا ماس صغيره، هنا تصير هيجي هيجي، هاي تجمعات مال سيل بودي اللي بعدين يطلع منها الاكزون يصير نيرف. فهاي التجمع يسموها الجليه. اوكي هاي التجمع مال سيل بودي اللي موجود هنا، هاي العقد يسموها الجليه، اللي هي شنو؟ هي ماس من السيل بودي. اوكي يلا تكون واضحه، يعني في اي واحد يقولكم هو شنو الجليه، انتوا لازم تكون تعرفون انه هي عباره عن ماس بها نيرفس تشو. بس شنو هذا النيرفس تشو؟ يعني من يفحصوه انه هو يكون عباره عن نيورون سيل بوديز، يعني لا مو اكزون انما هو سيل بودي متجمعة موجودة اوتسايد مثل ما رسمتها سباينال اند سباينال كورد والبرين. زين هسه راح نجي لتقسيماته، احنا عرفنا انه هو سوماتيك اوتونوميك والانتريك. زين فالسنترال راح يجي يشرح السوماتيك نيرفس سيستم، اتفقنا انه كل وحدة مثلا هسه هاي السوماتيك بيها سنسوري وبيها موتور، والاوتونوميك بيها سنسوري وبيها موتور. اوكي
فالسنسري مال سوماتيك هو شنو وظيفته؟ ينقل لي السوماتيك يعني انفورميشن من السوماتيك ريسبتور اللي هي موجودة بالهيد، موجودة بالبادي، باللينف، اوكي، او من سبيشال سنس اللي هي مثلا الفيجن، هاي يسموها سبيشال سنس اللي هي من الفيجن، من الهيرينج، من التست، من سميل، كلها هاي وديها للسنترال نيرفس سيستم. فأني هو هاي وظيفته، انه انا عندي مثلا ريسبتورات موجودة في كل الجسم تتحسس، يعني مثلا اذا حرارة، مثلا ضغط، اي شيء، هاي موجودة ريسبتور على الجلد مثلا، فمن صارت هاي اشارة عصبية راح تولد اشارة عصبية، مثلا انا عندي هذا سكين تولدت اشارة عصبية بي، راح ينقلها السنسري، راح ينقلها ويوديها وين؟ للسنترال نيرفس سيستم. اوكي، فيقول لي مثلا صارت عندي هنا ضغط، صار عندي الدماغ راح ياخذ هاي المعلومة ويحاول يفسرها، يعني هناك يفسرها انه هل هي شنو ضغط، هل هي كانت حرارة، هل هي كانت اوكي، فكانت بين، فهناك الدماغ هو راح يفسر. السنترال نيرفس سنسري هو بضيفته بس راح ينقل لي الاشارة انه صار عندي فد، يعني صار عندي فد سنسري انفورميشن يوديها. الدماغ وظيفته هو راح يترجم شنو هاي النوع من السنسيشن صار، اوكي، وعلى اساسها راح ينطي اجابة. مثلا عرف انه هاي صارت مثلا فد حرارة، انه شخص سنسيشن دا يحترق مثلا، فهو ايش راح يسوي؟ وصلت الاشارة انه اكو فد سنسيشن صار، راح يفسرها على انه هذا حرارة، فشي يسوي؟ ينطي ريسبونس انه بعد ايدك، ريسبونس اللي هو راح يكون موتور عن طريق نيرف اللي هو موتور نيرف يوديه، فيقول له حرك ايدك، فانطى ريسبونس ترجم وانطى ريسبونس على اساسها، اوكي. فهاي المفروض يعني تفهموها. الموتور شنو؟ الموتور هو راح ينطي امبلس من السنترال نيرفس سيستم للسكليتال ماسل اونلي، زين، لان بيكول ذيس موتور ريسبونس كان بي كونشسلي كنترول ذا اكشن اوف ذيس بارت اوف ذا از فولنتري، يعني انه هذا الجزء اكيد هو فولنتري، انه انا راح اتحكم بيه. الموتور فالسوماتيك، كلمة سوماتيك معناها شغلة فولنتري، انا اتحكم بيها. من نقول مثلا سوماتيك يعني موتور يعني نيورون، معناها راح تروح للسكليتال. الاوتونومي كان بي سنسري بي موتور، اوكي، هسه عرفنا ذاك اللي هو مال سوماتيك اللي هو كان بي سنسري موتور، عرفنا شو وظيفة السنسري شو وظيفة الموتور. السنسري هنا شنو؟ ينطي انفورميشن من الاوتونوميك سنسري ريسبتر اللي هي موجودة بالفيزرا اورجان such as مثلا ستومك، لانج، اوكي، وين توديها؟ توديها للسنترال نيرفس سيستم. نفس الشيء يعني نفس ذاك هم، انه هي مجرد نيرف تودي سنسيشن، بس ديش الفرق انه هي توديها من السوماتيك بارت، يعني مثلا من السكين، من الهيد، اوكي، هاي هنا لا، راح توديها من يعني الاوتونوميك من الشغلات اللي مثلا الستومك، اللانج، اعضاء اني ما اقدر اتحكم بيها، اوكي. الموتور راح تنقلها من البرين توديها للسموث مصل، الكاردياك مصل، للجلاند، يعني السوماتيك كانت وين توديها؟ للسكيليتال. هنا لا، راح تنقلها للسموث مصل، كاردياك، جلاند، زين. فهاي اني مو كونشسلي، مو اني حتحكم بيها، فراح تكون هنا انفولانتري اوتونوميك، اني ما اقدر اتحكم بيه، اوكي. هو كله راح يشتغل على اساس شيء داخلي، يشتغل على الاعضاء مو مثل السوماتيك، يشتغل على السكليتال مصل، يشتغل على السكين ريسبتورات، اوكي. ومثل ما اتفقنا انه الموتور بارت of autonomic nervous system be two branch sympathetic and parasympathetic. ال enteric nervous system اللي هي عبارة عن شبكة من ال neuron، هي هم وين موجودة؟ هاي موجودة بال wall مال organ، مثلا بال GIT، هسه بعدين تاخذون ان شاء الله بالهستو تشوفون انه من درسون طبقات مال GIT او هاي، فراح تعرفون انه اكو طبقة بيها راح تحتوي على بلاكساس، يعني فد نتورك من ال نيرفس تشو، زين. هي هاي هم وظيفتين، تساعدني على الهضم، تساعدني على انه تحرك لي السموث مصل موجوده بالجي اي تي وهكذا، يعني فهي البرين اوف ذا جات، يعني انه هي هم انفولنتري
وهي عادة يعني مرات ممكن ما تتصل بالبرين، ما لها علاقة، فهو يعتبر البرين مالكات، هي راح تفسر الحركات مالكات وتنطي على أساسها إشارات عصبية. زين، مرات هي تعتبرها ممكن جزء من الأوتونوميك نيرفس سيستم. زين، وتقريبا متكونة من 100 مليون نيورون. زين، موجود على طول اللينك مال جياتي، وأكثر هي تشتغل independently، ما لها علاقة. هي أوكي ممكن تعتبر مرات بارت من autonomic nervous system، بس هي عادة هاي تشتغل outside، ما لها علاقة بال autonomic nervous system ولا لها علاقة بال central nervous system. زين، بس ممكن قلنا احنا لها ارتباط بسيط عن طريق السمباثاتيك والباراسمباثاتيك، بس هي عادة تشتغل independently، ممكن تشتغل وحدها، بس ممكن يعني جزء منها يشتغل يعني إلى علاقة بال يعني بارت منها بالاختصاص بيها سمباثاتيك والباراسمباثاتيك، بس الغالبية انه هي عبارة عن يعني نيرفس تشو يشتغل وحدة، ما لها علاقة بالبرين ولا لها علاقة بالاوتونوميك. لذلك اعتبرت اني هو جزء وحدة، بس at the same time انه ممكن الى ارتباطه شوية. فهسه قبل لا نبدي بالفونكشن راح نراجع مراجعة سريعة اللي درسناه. هسه عرفنا انه انا عندي النيرفس سيستم متكون من السنترال، متكون من بريفرال، سنترال برين، سباينال كورد، والبريفرال راح يتكون من ثلاثة: سوماتيك، اوتونوميك، والانتريك. سوماتيك قلنا بيها موتور، بيها سنسري، وهاي كذلك موتور سنسري. اوكي، الموتور السنسري قلنا راح ياخذ لي ما سوماتيك اشارات عصبيه من السوماتيك بارت، اللي هي ممكن تكون من الهيد، من السكين، من اللم، يعني شغلات ما لها علاقه، مو اورجنز. اوكي، وراح ينقل لي اياها من هاي الاشارات العصبيه منها ويوديها للسنترال نيرفس سيستم. الدماغ راح يفسرها ويترجمها وينطي على اساسها الاجابه، اللي وين تكون الاجابه شلون؟ عن طريق الموتور، والموتور هو راح وين راح يكون يشتغل؟ على السكيليتال. اوكي، يعني مثلا على سبيل المثال شنو، انه انا مثلا شايله شيء ثقيل مثلا، راح ينطي السنسري نيرفس سيستم راح يتحسس. اوكي، راح يحس انه، او لا خلينا ناخذ غير مثال، انه مثلا انا امشي، اوكي، واحد دا يمشي مثلا ودخلت مثلا دمبوس برجله، راح شنو الريسبتورات تشتغل سنسوري، حست اكو شغله صارت، تودي اشارات عصبيه، يعني تولد داخله كهرباء تودي اشارات عصبيه للدماغ. فايش تقول له؟ تقول له انا صار عندي في سنسيشن. الدماغ راح يحاول يفسر فيعرف شنو هاي. هاي ممكن فسرها انه هاي كانت مثلا اللي فد النغزة مع الأبرة، أو مثلا دمبوس مثل ما قلنا. فش راح يصير؟ تودي لي إشارة عصبية عن طريق الموتور نيرفس سيستم، مثلا تقول له بعد رجلك. أوكي، مثلا إنه هاي صار أكو هنا مثلا أماكن بيها دمبوس أو هكذا شيء. أوكي، فالشخص راح يسوي؟ راح يرفع رجله أول ما يتأذى مثلا ينغز بهالدمبوس، وهكذا يعني. فهموها الأوتونوميك بيها موتور بيها سنسري همين، والموتور عنده سمباثاتيك والبارا سمباثاتيك. هاي مثالها شنو؟ هاي تشتغل على الأورجنز. أوكي، مثالها مثلا صار عندي مثلا ديستنشن، صار عندي مثلا بال مثلا جي اي تي، هو السنسيشن راح يحس انه صار عندي ديستنشن، على اساسها ايضا دماغي يفسرها، ويصير عندي مثلا بريستالسيس موفمنت، تبدأ تتحرك المعدة، وهكذا يعني عن طريق الموتور. والموتور بي سمباثاتيك وبي باراسمباثاتيك. اوكي، والانترك احنا قلنا انه هي موجوده هاي فتيه شبكه موجوده داخل الجي اي تي، عملها مختلف، يعني هي تكون البرين مال جات، هي تتحكم بيها، عاده اتصالها ما يكون بالبرين، بس ممكن بيها اتصال عن طريق الاوتونوميك نيرفس سيستم. راح نجي نتعرف الفانكشن مال نيرفس سيستم ان جنرال.
يعني هو كومبلكس أكيد، راح الشغل ما تكون كلش كومبلكس زين، ويساعدني إنه أشم، يساعدني أحكي أوكي، اللي أيضا في طبعا يساعدني بالذاكرة، يساعدني بالموفمنت وريجليشن أوف يعني internal organ. فالوظيفة ما ترى راح يقسموها ثلاثة بيسك شغلات، ثلاثة بيسك اللي هو سنسري، يعني نيم متكون، عفوا متكون من السنسري والانتجريتيف اللي هي بروسيسنج والموتور، يعني بالضبط مثل ما شرحنا انه انا عندي دماغ اوكي، عندي هنا سنسيشن وصلت ودتها للدماغ سنسري، وعلى اساسها راح ينطي هو اوتبوت، هاي انبوت سنسري تطلع لي اوتبوت موتور وهكذا، وهنا سووا لي البروسيسنج بالدماغ. سنسري فانكشن انه سنسري ريسبتر راح اسوي لي يعني ديتكت للانترنال ستيمولاي، مثلا فور اكزامبل بلاد بريشر، او مثلا اكسترنال ستيمولاي مثلا فد انه واحد صار عنده رين دروب وهكذا اوكي، وقعت على ايده مثلا، هيك مثال يعني. هاي سنسري انفورميشن راح تنقل للبرين والسباينال كورد عن طريق الكرانيال اند سباينال نيرف اللي شرحناهن اوكي. البروسيسنج فانكشن اللي هي النيرف سيستم اللي هي راح يسوي البروسيسنج لهاي الانفورميشن، يحللها يحاول وينطي على اساسها قرار للريسبونس، قرار وين راح يكون وشو ينتقل عن طريق الموتور. بس السنسري انفورميشن انه ترجمت اوكي نيرف سيستم راح ينطي موتور ريسبونس، مثلا اكتيفيت مصل جلاند، او مثلا ينطيني عن طريق مثلا مثلا يخلي المصل يسميه كونتراكشن جلاند سكريشن وهكذا، يعني ينطيني موتور اكتيفيتي على اساسها، سواء هاي الموتور راح تنتقل عن طريق الاوتونوميك او سوماتيك. اذا سوماتيك مثل ما قلنا انه سكيت المصل تتحرك، الاوتونوميك يعني عمل الانترنال اورجان، المصل الموجوده بالانترنال اورجانز مثلا الجلاند وهكذا، يعني ينظم لي ال internal environment بالجسم ال autonomic. هنا ايش راح يجي؟ راح يقول ال nervous system متكون من ال neurons، يعني خلايا specialized cell لها قابلية انه يصير excitation مثل ما قلنا، وهي يعني connection with other cells and connect all region من brain and spinal cord، هاي كل حاجة معاد. neuroglia هي شنية؟ neuroglia اللي هي cell انه هي مو يعني ما لها علاقة بالaction potential ولا لها علاقة بانه تنقل الامبلس، بس انه هي وظيفتها تدعم الخلايا nervous tissue، يعني سواء من ناحية النيوتروشين اوكي support لها، وهي تكون عادتها كلش هواي اكثر، ولها قابلية لها regeneration. nervous system خلوها ببالكم، خلايا ما تمام يصير بها regeneration عدا النيوروجليا اللي هي خلايا support cell اوكي. هاي نفسها مثل ما قلنا انه هي لها علاقة تسوي لي electrical excitability، لها علاقة اوكي، ولها قابلية انه تستلم من stimuli وتحولها action potential. زين اكشن بوتنشال احنا شارحين زين، مثلا هيدا يقول لكم انه اكو مثلا مثلا اكو سيال تكون طويله سيال تكون قصيره وحسبها، يعني مثلا احنا نشرح انه هي تركيبه منين متكون.